السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير على الجميع ميزة الاستوري أو اللي سماها الواتس أب اللي هي الحالة وصلت للجميع لو ما ظهرت عندك الميزة كل اللي عليك بتسويه بتضغط مرتين بتقفل الواتس أب وبترجع تفتحه مرة ثانية وبتلاقيها من ضمن الخيارات بالأسفل طبعا لو دخلت على الخيار اللي هو الحالة تقدر من هنا من حالتي تقدر تصور ضغطة مطولة زي السناب بالضبط فيديو تقدر برضو تخليها صورة متحركة مو فيديو تقدر تكتب على الفيديو أو على الصورة تقدر ترسم عليها أو تحط استيكرات على راحتك وتقدر برضو تختار من استوديو الصور عندك سواء فيديو أو صورة نيجي الأهم شرح في هذه الخاصية أنك لو دخلت على إعدادات الخصوصية أول خيار عندك لكل جهات الاتصال اللي أنت مخزن رقمها أو هي مخزنة رقمك تقدر تشوف الحالة ثاني خيار تقدر ت... الكل يشوف باستثناء اللي انت حتحددهم هنا هذول ما يشوفوا ثالث خيار واعتقد هو الاغلب اللي حيستخدمه انت تحدد فقط اشخاص معينين هم اللي حيشوفوا الستوري حقك